أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج نور خانم على تلفزيون سوريا والتلفزيون العربي. الفترة الماضية كانت حافلة بالانتصارات الكبيرة، مجلس شعب جديد وحكومة جديدة، وهلأ صار لازم هالانتصارات تشتغل وتعملنا انتصارات جديدة وتبلش بقى تفكير إبداعي مثل ما قال سيادته. بس نحن دولة ديمقراطية وعندنا مؤسسات، يعني الحكومة ما بتشتغل هيك من راسها وعلى كيفها. وأؤكد لك لن تكون هذا الدور التشريعي لن يكون كسابقيه، سيكون هناك نقلة نوعية إن كان لجهة محاسبة الوزراء المقصرين ودعوتهم إلى استجوابات مستمرة. أيضا لن نقبل أن تأتي الحكومة بعد اليوم إلى أن ترسل لنا أي وزارة مشروع قانون إلى مجلس الشعب إلا أن يترافق مع اللائحة التنفيذية لهذا المشروع. راح يكون له دور كبير جدا في تحديث التشريعات وفي مراقبة عمل الحكومة بشكل دقيق، لا ننتظر الخطأ، سنعالجه قبل أن يقع. كنا نصمت قليلا عن أداء الحكومات لأسباب موضوعية، وهي أن هذه الحكومات كانت تعمل تحت خط النار. أما الآن الصمت عن أداء الحكومة أنا أعتبره الآن هو، وخاصة عما يجول في أذهان الناس، الصمت الآن هو أنا أعتبره استهتار ولا مبالاة بما يريده أبناء الشعب. سو هذا خطأ لن نقع فيها على الأطلاق في المرحلة القادمة. يولي شيء بخوف موت مجلس الشعب، هيك رح تصير عينه مفتحة على الحكومة، هيك زمن أول تحول عصاي حامية هلأ، ويا ويلو ويا سواد ليلو بقى اللي بده يلعب بدنبه هيك ولا هيك. أصلاً السادة الأعضاء وعدوا المواطنين إنه من أول يوم رح يكونوا هيك جهة رقابية لا ترحم، بدهم ينشفوا المي بزلاعيم الحكومة حتى تصير بقى تشتغل مثل الخلق والعالم ويكون المواطن أولاً. هلأ الحكومة ما كذبت خبر وراحت هيك مثل الدول الديمقراطية وعملت بيان حكومي حكت فيه بالتفصيل شو بدها تعمل وشو الانتصارات اللي رح تخطط لتعملها. يعني من اليوم ورايح رح نخطط للانتصارات قبل بوقت، ما عاد مثل قبل في هيك الصبح نتفاجأ انه والله اجانا انتصار من حيث لا ندري. لا، جابت هالحكومة هالبيان وقدمته لمجلس الشعب مشان يعطيها الأوكي لتباشر بقى شغل وحل بهالمشاكل. بس وين مجلس الشعب بالمرصادي؟ الحقيقة البيان أورد المواضيع اللي بتهم الشارع السوري بالتأكيد بكاملها، بقدر بقول شبه كامل. بيان الحكومة أيضا جاء شاملا ووافيا وتحدث عن قضايا استراتيجية هامة. ولا شك أنه هذا البيان ضمن معطياته ومرتسماته وأهدافه وجزئياته جاء بيانا جيدا إلى حد كبير، وحقيقة لامس مشاعر الكثير من المواطنين. البيان كان كامل ومتشامل ولامس طبعا الوضع الحالي اللي عايشينه. لك ليش هيك؟ وين رحتوا؟ وين بدنا نراقب الحكومة وبدنا نحقق لك؟ وين المساءلة؟ ليش هيك دغري قلبتوا وصار البيان حلاوة؟ يعني معقول يكون البيان كل هالشي حلو؟ كامل ومتشامل. متشامل بالله حلوة هيها. لا، وهداك التاني لامس مشاعر المواطنين. لك ابني هذا بيان حكومي مو فيلم هندي، يعني بدنا يلامس جيوب المواطنين، معدة المواطنين، مستقبل المواطنين، مو مشاعرهم. بس للأمانة يعني كان في انتقادات، مو إنه ما كان، عشان يعني ما تقولوا إنه نور خانم عم تطمس الحقائق وتزيف الواقع المشرق، بعدين ديمقراطيين نحن، شو أقول لك. كان برأي أغلب المداخلين كان هناك نقصان بموضوع البيان بما يخص المدد الزمنية للتنفيذ، آلية التنفيذ، شرح خطوات التنفيذ التي جاءت بالنسبة للعناوين المهمة والكبيرة التي جاءت في البيان، لكن كان هناك نقصان بموضوع المدد الزمنية. البيان الحكومي الحالي الحقيقة جاء استراتيجي أكثر مما هو تكتيكي، وهذا أعتقد مشكلة. نحن الآن بحاجة إلى حلول إسعافية تكتيكية سريعة يشعر فيها المواطن بأسرع وقت. يعني شوفوا هالبيان جميل ما أشبه شيء، وكافي ووافي ومتشامل ولامس مشاعر المواطنين، بس يعني فيه هيك شغلة صغيرة يعني أصغر من رأس الدبوس. يعني هو ما خبرنا لا كيف ولا إيه ما رح يعمل هاي الشغلات المتشاملة، بس ما بتأثر. أنا بشرح لكم، يعني هو المهم حكى عن الشغلات الكبيرة تبع سوف نعزز مقومات صمود الوطن وأمنه، يعني هي شغلات كبيرة كتير. مثلاً عنا استكمال الإجراءات اللازمة لوضع قانون الاستثمار الجديد، يعني مو وضع قانون، لا استكمال الإجراءات اللازمة، شغلة كبيرة هي بتاخد وقت. يا لطيف شو بتاخد وقت. عنا كمان تحفيز الإنتاج، بيني هي ما بدي شرح، أظن تحفيز شو بكون تحفيز، يعني بنجي هيك لعند الإنتاج بنقول له قوم ولك قوم فز حرك لي حالك لشوف. مثلاً
عندنا النهوض بالقطاع الزراعي كمان هي سهلة. تيجي هيك لعند القطاع الزراعي بتقول له قطاع زراعي لك برضاي عليك برضاي عليك قوم انهاض يا قطاع يا زراعي. انت شوف ولاد خالتك بالقطاع التجاري والصناعي طلعوا من وش الصبح مثلا. في عندنا كمان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية شلون لكان عندنا مواصلة دعم الجيش العربي السوري. لا ما بعرف خلص انتو كمان ما توقفوا على كل شغلة تدققوا عندها خلص وتنتقدوا صحيح انكن علاكين وهيك ما بتشوفوا غير النص الفاضي من الكاسة المليانة. لا يجوز أن تدخل الحكومة في بيانها بتفاصيل أبداً أبداً وإلا لن تكون حكومة استراتيجية على الإطلاق. يعني أنا اللي بلاحظه أنه حضرتكم كأعضاء مجلس الشعب بتقدموا مقترح مهم لكن ما بتعطوا تفاصيل ما بتعطوا طريقة عمل بس بتعطوا فكرة عامة. الحكومة مشكورة كمان منين بدأ يعني تجيب لنا بيان من كوكب آخر. هي هذا الموجود وهذا الوضع. المطلوب من البرلمان أيضاً إذا وضع نقداً ما أن يضع معه الحل وهذه مسألة أيضا من واجباته. طيب. والحل ليس بالضرورة من عندياته ممكن. طيب. أن يستمزج آراء يعني من يعيش في المناطق المختلفة فليذهب إلى الفلاحين. خلصنا ولاك أنت وياه خلصنا بقى فهمنا مهم النية بعدين هلأ بدنا نجرب الحكومة. نحن ديمقراطيين مو مثل هدوليك الجدبان جماعة أوروبا وأمريكا بيطلعوا بيقولوا نحن عنا فلان شغلة ورح نعمل كذا شغلة بتاريخ الفلاني. جدبان هدوليك بيحددوا هيك كتير وبيخلوا البيان الحكومي قليل هيبة. هيك أحسن لك أحسن بيطلع هيك البيان مهيوب وله قيمته بتكون هيك الحكومة استراتيجية. لحظة نحن بدنا إياها استراتيجية ولا تكتيكية. والله العظيم ضعت أنا. واضح إنه العصاية حامية بشكله هيك رح تعلق ويحمل مسلسل ويشتغل بقى طرق الكفوف بمجلس الشعب مثل الدول الديمقراطية لأنه في أعضاء يعني لامس البيان مشاعرهم والظاهر في أعضاء ما لامس مشاعرهم يعني شكله التصويت رح يكون صعب. بجوز هيك ما يمر البيان الحكومي بالمجلس ها ترجع بقى الحكومة تعدل البيان مرة ومرتين وثلاثة لحتى يوافق المجلس عليه. لكن هذا الشعب هذا مجلس الشعب مو حيث ما حسب النظام الداخلي لمجلس الشعب وحسب الدستور السوري الذي ينظم هذه الأمور عادة لا يكون هناك تصويت. ليس هناك شيء اسمه تصويت على بيان رئيس الحكومة أو على بيان الوزارة. لا يوجد هكذا شيء في النظام الداخلي لكن ربما يجري أخذ آراء ربما نوع من أنه من الموافق ومن لديه اعتراض. لك ولي على قامتي ولي على حظي لك شلون يعني لا تصويت ولا هم يحزنون يعني هذا البيان كله لشو هيك حكي فاضي. طيب والمناقشات والمداولات لك آراء السادة الأعضاء هيك طبلات فاشوش. عزيزي المواطن لعبة مجلس الشعب لسه مكملة ولسه يا ما رح تشوف منها أجزاء كتير وبكرة بيطلع الحق عليهم بالتقصير. أصلا هنن معم يلاقوا الحلول مع أنه مو شغلة المجلس يلاقي الحلول ها وهي شغلة الحكومة يلي هي أصلا شكلية وأرجوزات بيحركها وبيختارها سيادته وأصغر عنصر أمن بيخلي رجلين رئيس الحكومة ترقص رقص مثل القصب. الديمقراطية والبيانات الحكومية بتشوفوها بدول بتحترم حالها بتحترم شعبها دول عايشة بالأرقام والبيانات مو دول عايشة من 50 سنة بالوعود الفارغة والخطب الرنانة والكلام الفارغ. أصلاً نحن الأرقام ما بتواتينا بتعملنا حساسية الأرقام من وين بقى بدنا نجيب أرقام ترفع الرأس ونحن بفضل القيادة الحكيمة متصدرين مؤخرة كل التصنيفات العالمية وبكل المجالات وبكل جدارة. فاصل. عند جلسة بين سنابل القمح لك أخ بس لك وين رحت وتركتنا في نظري وين تركتنا جاء لك رجاع لتذكر شعبك بالبساطة بساطة القعدة بين سنابل القمح بدل القصور. شعبك اللي عم ينق لأنه وقف شوي على دور الخبز. شعبك اللي همه يقعد بالقصور بدل السنابل. تعال لك تعال ما عاد حدا فينا قدر قيمة هالسنابل. انتو بتعرفوا شو قايل سيادته القديم ابو سيادته الحالي جده لسيادته القادم. قال انه الخبز اكتر من خط احمر واذا خرج المواطن في مظاهرة ضد الحكومة سوف يكون حافظ الاسد اول من ينزل الى الشارع. ايه نعم سيادته رح ينزل مظاهرة لك رح يصير إرهابي رح يصير من الجماعات المسلحة ومدعوم من الغرب إذا حدا بيقرب صوب رغيف الخبز أو بيخطي خطوة. فما تجوا بقى تقولوا لي في أزمة خبز إيه لا يا لا وألف لا حاج بقى برامج سخيفة وفقرات بايخة أزمة خبز ما في. أيوة
احنا نتحدث بكل شفافيه. رغيف في الخبز دائما كما تقول سوريا وتفتخر خط احمر طبعا. ما بدنا حدا يتجاوز هذا الخط الاحمر سيدتي. انا حكيت بشفافيه، لا يوجد نقص بمعنى نقص. كما يقول المعنيون ان نسب الطحين الوارده للافران لم تتاثر كثيرا، وان كميات الخبز التي تنتج يوميا هي نفسها تقريبا. لم ينقطع، وانا بتحمل مسؤوليه كامله في حديثي وبكل شفافيه، وانطلاقا كما أكدت لك من توجيهات السيد رئيس بكل شفافية، تحدث انقطاعات مؤقتة. بس حدا عنده حكي؟ أظن سكتنا الكل. أزمة خبز بالبلد ما في، وهذا مدير المخابز شخصيا عم يأكد وبكل شفافية. بكل شفافية، هذا أكتر إنسان صادق وشفاف على فكرة، وبشهادته هو يعني بالزور بالزور لأطناله هالفيديو، قد ما شفاف ومبين لك. حتى المذيعة يعني هي عم تقابله مو عارفة أنا وين تطلع، قد ما شفاف وبكل شفافية قال أزمة خبز بالبلد ما في، في انقطاع يمكن هيك مؤقت، يعني لبين ما تساوي لك كاسة شاي بيكون رجع الخبز. بقى يلا فضولي هالطوابير على الفرن أنت وياه، حاج بقى أجل أو قلة حياة. ونحن من بداية الأزمة من 2011 إلى الآن لم ينقطع رغيف الخبز. أحيانا بصير شوية إشاعات إنه متداول بين المواطنين إنه طحين ما في أو تأخر الطحين، هذا الشيء عم يؤدي لعند المواطن الخوف، الخوف إنه انقطاع هذه المادة. المشكلة فقط إشاعة حصلت طبعا الإشاعة هي صارت بالأول إشاعة، الإشاعة هي بتخلي المواطن يخوف من خوفه إنه ينقطع هذه المادة عن الأسواق أو عن الأفران، بصير بيجي بوقف على الدور. الإشاعة سبب بلاء الأمة. إيه والله. ألو أم تحسين، أدريتي البنزين رح ينقطع بالبلد؟ وهوب العالم كله نزلت على الكازية وعملت أزمة. إيه أم تحسين ليكي كأنه الغاز مفقود بالبلد؟ وهوب العالم كله نزلت تشتري غاز وكمان عملوا أزمة. إيه أم تحسين كأنه الخبز مفقود من البلد. لك وبعدين شفتوا أم تحسين شو بتعمل بتليفونين ثلاثة؟ لك خربت البلد، خربطت الوطن كله بشوية إشاعات. لك يا جماعة الإشاعة بتخلي المواطن يخوف من خوفه. لا عاد صدقوا أي شيء بتسمعوا. سمعت جارك عم يحكي؟ قل له إشاعة. سمعت رفيقك عم يشكي؟ قل له إشاعة. سمعت معدتك عم تبكي؟ إلا إشاعة. بلا ما حدا يخوف من خوفه الله يرضى لي عليكم. لا يوجد ازدحام على الأفران، والأفران هي شاهد عيان. لأنه ما عم بقدر أخذ أنا من الفرن خبز أكل. ليش ما عم زحمة مو طبيعية، صار لي أسبوع بيجي وما عم باخذ. هي وضحت يعني ليش هي أخذت خبز سياحي، أو هي واقفة على الفرن تأخذ خبز. ليش وضحت؟ قالت لأنه في زحمة. لا لأنه هي رح يعني منشان سندويش، يعني منشان هذا الأمر يعني بتعلق به ثقافة العائلة. موضوع مو هي اللي حكت عن الساندويش، اللي حكت عن الساندويش اللي حكى عنه هو مواطن قال أنا شو بده يكفيني الساندويش. هي قالت نتيجة الازدحام، قالت نتيجة أنه أنا بدي لف لابني بكرة الصبح بالمدرسة. لك صار لك واقفة ساعات على الفرن بدك خبز مشان ساندويش، ولك لكعتي الدور وبهدلت صورة البلد وآختي خبز مشان تعملي ساندويش. بدي ساندويش يبعث لي قطعة ثانية. ولك 100 مرة مو بس مرة بدك تستعملي خبز بلادك مشان تعملي سندويش يا بطرانة يلي ما بتخافي الله، ولك نعمة الله بتصير سندويش. على كل حال المسؤول كشفك حتى عمل هاي الحركة بإيده، حركة السندويش معروفة. بتمنى من السلطات تتخذ الإجراءات المناسبة مع هالمواطنة الخائنة مشان يتربوا فيها العالم والخونة. ويا سيدي ما في أزمة خبز بالبلد. استجرارات، هناك استجرار زائد لدى الأخوان المواطنين. من غير المعقول أسرة من 3 إلى 4 ربطات تستجر يوميا 4 ربطات. هذا الأمر معناته هناك في خلل في عملية الاستجرار. صحتين وهنا المواطن ياخذ اللي بده اياه. هلا أول صحتين وهنا على قلبك أخي المواطن، بس يعني أول شيء بيقول لك يا دكتور الرجيم خفف استجرار خبز، معروفة، وأنتم نازلين بقى استجرار بهالخبز، كل عيلة 3 ربطات وكل واحد فيكم صاير قد الفيل. يعني أنا ومدير الأفران انتبهنا على فكرة، يعني عم تستجروا كتير خبز وسمنانين كتير. لا تزعلوا مني بس عن جد سمنانين، يعني كل واحد فيكم هيك كرشه دلق قدامه والله العظيم مو منظر. تعب اروح 6 شهور اقضيها بالجيم عشان تحرقهم من الاساس. لا تاكل خبز، خفف اخي المواطن، خفف بعدين ما تجي تقلي في ازمه خبز. خفف اليوم الربطه تتالف من 7 ارغفه، فانا عندما احدد قصه الفرد معناته انا بتحدث عن كل شخصين من الاخوه المواطنين عن 7 ارغفه، بمعنى اخر كل مواطن لديه 3 ارغفه ونصف، 650 جرام للشخص الواحد. 650 جرام. طب ليش عم تشتكي الناس وتقولوا انه 300 جرام؟ افران الغوطه الشرقيه وضعها سيء للغايه. سبيل المثال فرن النشابيه وزن الربطه
سبع خبزات 700 غرام بس. الرطة هي بتتألف من سبع أرغفة، هي ثلاث أرغفة ونصف للشخص الواحد، فإذا بتلاحظي إنه هذا يعني خلينا نقول في بحبوحة بالاستهلاك. اللي شايفه المواطن ضي هو بحبوحة عند الحكومة، يعني ما فهمت أنا شو اللي زعجك أخي المواطن؟ بس هيك بتحب تشتكي؟ هاي المسؤول عم يقول إنه الرطة فيها سبع أرغفة وكمان المواطن قال إنه فيها سبع أرغفة. يعني عدد الأرغفة صحيح، شو المشكلة عندك لكان؟ الوزن يعني؟ وإذا يعني قال المسؤول إنه وزن الربطة 1200 جرام والمواطن عم تقول وصلت ل 600، إيه وإذا خلص مهم عدد الترغفة صحيح، مهم عندك يعني وزن رغيف بدك هيك ينزل في بطنك مثل الطوب، بعدين أنتوا هيك بتدوروا على شغلة تنقوا عليها، ويكون يا سيدي الرغيف أصغر. أصلاً هلأ موضة الميني، آيفون ميني، آيباد ميني، سامسونج ميني، يعني كل شيء هيك ميني بيجي أرقى وأحلى، لك حتى بالمطاعم الراقية والغالية بيجي هيك قده الصحن والوجبة هيك قده وسعرها نار نار. همكن انتو بس هيك وزن الرغيف انه همكن بس بدكن تشبعوا، كلوا شي تاني، كلوا شي تاني لتشبعوا ضروري، يعني حبكة تاكلوا خبز، كلوا فروج غالي، طيب كلوا بيض غالي، كلوا فلافل غالي. عندي هلأ مرة وثلاث أولاد، بيطلع لي ربطتين، أنا بيناسبني إنه الولد يأكل خبز أحسن ما نجيب له جبنة، وما جبنة كله غالي، عرفت شلو؟ يعني بيناسبنا يعطونا زايد ربطة معلي بهالغلا هذا الخبز يأكلوا، نحط له لحسة لبنة وكذا، أما قليل يعني الربطين ما عم يقدموا، لك تجيب سياحي أكلنا هو. طريقة تعامل النظام مع أي مشكلة بتصير بالبلد بسيطة كتير ومكررة لدرجة ما عادت تعذبنا ببناء هيك فقرات. المرحلة الأولى مرحلة إنكار المشكلة، بهالمرحلة بيطلعوا مهرجين النظام وبينكروا بكل غباء وجود المشكلة من الأساس مع استعمال هيك بعض الكلمات مثل الإشاعة، العدو، الإرهاب، الصمود وغيرها مشان يميعوا الموضوع وينفوا وجوده. المرحلة الثانية لما بتتفاقم المشكلة وما عاد ممكن تتغطى بيطلعوا مهرجين النظام نفسهم وبحطوا فيها الحق الكامل على المواطن، وبيستعملوا لهي المرحلة كلمات مثل قلة الوعي، الاستجرار، عدم المسؤولية وأنانية المواطن. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الحلول بقى، وبهي المرحلة يعني أنا بصير بشك بلغتي العربية، لأنه المهرجين بيطلعوا بيحكوا كلام مو مفهوم إطلاقاً، وبيطرحوا بقى هالحلول اللي بتخلي الواحد لا عرفان يضحك عليهم أو يبكي على حاله. عند جلسة والمواطن المسكين واقف بهالطابور من الصبح، قلبه مليان ومعدته فاضية وأمله كبير بكم رغيف يرجع فيه على بيته يطعمي أولاده شوية خبز، شوية خبز وشوية شعارات، غذاء المواطن السوري الأول والأساسي. في نظري لك كنت خليك مدفون تحت سنابل القمح تبعك، إيه صرعتنا طول اليوم. طالعونا فاصل. أهلا وسهلا فيكم بالفقرة الديمقراطية. اليوم بدنا ناخذ تصويت مجموعة راقية ولطيفة وحساسة من الناس، عالم حبيناهن كلنا، عاشوا معنا طفولتنا وشبابنا، ضحكنا وبكينا معهم. طبعاً عم نحكي عن الفنانين السوريين. اليوم رح نحطهم على المحك ونسألهم مين منهم مع ومين منهم ضد. رأيه بمسلسل شارع شيكاغو اللي أحدث جدل في الدراما السورية لجرأته بطرح القصة وكسر الخطوط الحمراء. لما بتكون قبل أو الإغراء بمكانه الدرامي ما في مشكلة. مع ذلك إذا فعلاً في قبلة من التم فأنا بشوفها شوي صعبة. طالما هي جاية صح، يعني جاية بمكانها، إذا كانت جرأة لأنه يستدعي هذا الشيء جرأة فأكيد عادي وما عندي مشكلة. أنا مع، أنا مع كل شيء. يعني ليه يعني هلأ القبولات وغير القبولات؟ يعني يعني شو يعني شو عم يعملوا؟ ما عاد فيك أنت والله بس واحد بس وحدة. لك هوب 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 وين نزلوا ببعض تبويس؟ مو هيك كان سؤالنا؟ بس على كل الإجابات هيك فرجت تحرر جميل ورقيد ديمقراطي من معظم فنانيننا، وهالشي طمني إنه إجاباتهم حتكون على هالمستوى من الرقي بالسؤال الحقيقي. ركزوا معي فنانيننا المحبوبين، ركزوا معي وشيلوا البوس على طرف. مين منكن مع ومين منكن ضد؟ هل تصدر قرار بعودة أو تسمح بعودة الفنانين المعارضين خارج سوريا إلى البلد؟ نعم، بصدر قرار بعودة الفنانين المعارضين إلى البلد. بالمادة 38 من الدستور السوري لا يحق لأي جهة أن تمنع
أي مواطن سوري أن تنفيه أو تمنعه من الدخول إلى البلد. دستور الجمهورية العربية السورية وهو المرجع الأول في سوريا بيقول حرية التعبير مضمون. ليش نقابة الفنانين ما حاورتهم؟ ليش ما فتحت باب الحوار مع الجميع؟ مع الجميع حتى لو كانوا عم يشتموا. الشتيمة في قضاء وفي قانون بيحاسب عليها. حتى لو شتموا مقام الرئاسي هذا موجود في القانون السوري بالمحاكم السورية. موجود في عقوبة موجودة ومشرعة طبيعية. لك إيه ها؟ مع أنه كمان مو هاد سؤالنا بس إيه ها؟ إيه ها؟ هدول هن الفنانين اللي منحبهم. فناني القانون، فناني الدستور، لك فناني الحقوق مع العودة بس ضمن القانون. وأهلا وسهلا بقى بالجميع. المادة رقم 38 بالدستور بتقول يمنع نفي المواطن وطرده. طبعا المادة ما ذكرت شيء عن اعتقاله بعد العودة للبلد أو تعذيبه أو اختفائه. المادة واضحة ودقيقة، المواطن بيرجع وقت بده. بيرجعوا بقى، رجعوا له، رجعوا ضمن القانون. طبعا القانون اللي بيشمل كل شيء حتى سب الرئيس. سبوا كتروا. لك ايه ليش بقى لسه مخبين وشكن بالمظاهرات وعم تطلعوا تحكوا باسماء وهميه؟ لك طلع مسموح نسب سيادته قد ما بدنا، طبعا ضمن القانون. اللي بحاسب على هالشيء هيك بعدل ورفق. تعالوا نشوف العقوبه. هات لك الدستور يا ابني. عقوبه سب سيادته، عقوبه سب سيادته. المهم خلونا نشوف باقي الفنانين شو صوتوا. غادة بشور مع عودة جميع الفنانين السوريين لسوريا بغض النظر عن تبنيهم لأي موقف سياسي. ليك أنا لقلك أي فنان ضد البلد تبعه أنا ما بحبس بأنه هو يفوت بقى على هذا البلد. أحييك نهاية. ما قدرت أسكت أنه أنا يعني هدول الناس اللي كانوا يعني ضد بالبداية وهي وكتبوا يعني بيان الحليب وكتبوا بيان رقم واحد وكتبوا كذا وكتبوا كذا مليون قصة يعني وهي انه فجاه يصير يعني مثلا انه هن العكس العكس تماما وكانه كل شيء انمحى. لا اعمل معه حتى يسوي وضعه مع الدوله السوريه المنتصره. ايوه ما بتحبزوا قلتوا لي مجروحين انتم، ما مجروحين والجرح هيك كان غميق شوي. مو شو اللي ضايقكم بالضبط؟ انه طالبوا بالحريه والعداله والمساواه، ولا انه طلعوا من البلد وعم يشتغلوا برا وما اخذوكم معهم؟ قولوا لا تخجلوا. هلا هو بالصراحه يعني في تناقض عند الفنانين المعارضين، انه كيف يعني بدكم مساواه وعفتوا باقي الفنانين بالبلد؟ هلا بعد شو بدكم ترجعوا؟ بعد شو؟ بعد ما انتصرت سوريا جايين بقى تتمتعوا بنعمه ورغائده حتى يسوي وضعه مع الدوله السوريه المنتصره؟ بعد شو تماما تسوي وضعك مع الدولة السورية المنتصرة بعدها بتتمتع بنعمة؟ هاتوا بقى يا فناني الداخل حكولن لرفقاتكم السابقين عن نعم الدولة السورية المنتصرة، بركي هيك بيتشجعوا وسووا وضعهم ورجعوا. عم نبيع ببلاش ولا ما عم نبيع؟ عم نشتغل شحادة ولا ما عم نشتغل؟ ما عم بفهم شيء. أنا ما عم بشتغل يعني خلاص خلينا بركي بيشغلونا شوية هلا. ما عم يجي ليك لهلا، أنا ما عندي شيء. هديك سنة الله رحمني بيبي بالحرم لك ودور ضيفة ما إجاني، حتى مسلسلات التافهة ما إجاني ما بعتولي. أخي أنا مبعد قصرا ما بالدنيا يعني. أنا فنانة فشو ممكن أنه أنا أشتغل يعني أنه أعمل شيء غير الفن؟ فأنه أنا حبيت أنه أفتح صالون حلاقة وإن شاء الله هيك يا رب أنه نتوفق بهذا المشروع يعني يا رب. عم نبيع ماشي الحال، كم أسوارة من هون كم خاتم من هون يعني. بالعادة الفنان بيكون مخلوق جميل، بيطلع بأدوار حلوة بتترك عنا هيك أثر كبير، بتخلينا مرات ننسى أنه هو بني آدم مثلنا مثله، بتترك له رهبة وهالة تخلينا نفكر ألف مرة قبل ما نروح نتصور معه أو نطلب توقيعه أو حتى نسلم عليه. لو هالفنانين ببلد تاني كنا كتير زعلنا إذا سمعنا فنانة عم تبيع خواتمها أو صيغتها لتعيش، وكنا نقهرنا أنه الفنان صار عم يشتغل شو من كان مشان يأكل. بس هالفنانين بقيوا بالبلد لأنهم شبحوا لنظام مجرم وصاروا واجهته، تبهدلوا لأنهم واجهة للنظام تبهدل. واللي ما شبح بس ما صح له أنه يطلع كمان وضعه سيء لأنه بقي ببلد حاكمة نظام ما قدران يأمن قوت اليوم لشعبه. لهيك طبيعي يكون في فنانين كتار ما بدهم حدا يرجع يشاركهم هالرغيف الصغير يلي النقابة كلها عم تاكل منه. سقف الحريات يمكن ارتفع شوي
بس هذا ما بيخلي سوريا النظام دولة منتصرة. هذا يعني إنه الشعب عم يموت بالحالتين وما عاد فرقت معه إذا حكى أو لا. بنزين وخبز؟ لك عم ما عم نطلب يورانيوم نحن وصواريخ ودبابات وهي، لا خبز طحين. إيران وصلت النفط لفنزويلا أمام أمريكا وأمام العالم كله. طب شو معنى نحن ما توصلنا؟ يعني روسيا منبع الغاز والنفط بالعالم، وعنا صارت يعني قاعدة عنا بكل الوقت. طب ما تجيب، مفروض سفينة رايحة وسفينة جاي. طيب مع أو ضد توريث أصحاب المهن هاي المهن لأولادهم حتى لو ما كان بالفن؟ لأنه دائما نحن بيرمنا كله الدكاترة مو أولادهم دكاترة، ولا المحامين مو أولادهم محامين، كله بيورث المهن، كله بيورث المهن. تماما يعني عنا وصلاني لكل شيء الحمد لله. صح. طيب هلا مزعوج إن روسيا قاعدة عنا وانت التاني؟ حسيت على حالك شو خبصت؟ البلد عنا كل شي فيها وراثة؟ تصويت الأخير لليوم مين مع طرد هالفنانين الموسيقين من سوريا رغم عن أنف المادة 38 من الدستور السوري وباقي الدستور كله إذا بدكن؟ إيها ما في أحلى من الديمقراطية بسوريا المنتصرة.